السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل الجزء الثالث والأخير للبونشو الدائري اللي هو بغرزة أوراق الشجر وبغرزة الأناناس. زي ما احنا شايفين كده الكنار اللي احنا عملناه ده الجزء الثالث، زي ما احنا شايفين كده وطبعا اشتغلنا اطار حوالين الرقبة عشان يديله شكل حلو ومميز. احنا في الجزء الثاني وضحنا ازاي نطول البونشو. في الجزء ده احنا هنشتغل كنار البونشو زي ما احنا شايفين كده، خطواته سهلة وبسيطة. زي ما احنا شايفين دي غرزة الأناناسة ودي غرزة أوراق الشجر. غرزة أوراق الشجر وغرزة الأناناس، وده كده كنار البونشو، وده الإطار اللي احنا اتكلمنا عنه حوالين الرقبة. وتعالوا مع بعض نطبق الخطوات. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بننزله على القناة. الادوات اللي احنا استخدمناها، استخدمت خيط اليزا ديفا مع ابر رقم 2.5. انا كده خلصت السطر رقم 30 زي ما احنا شايفين كده، وبدأت في السطر 31. اول حاجة طبعا ابتديت الصدفة، ده كده اول سطر في 31. بعد الصدفة هنرتفع 1 2 3 4 ونيجي في السلاسل وناخد حشو، 1 2 3 4 السلاسل ناخد حشو، 1 2 3 4 السلاسل هناخد حشو، 1 2 3 4. بعد كده نشتغل الصدفة التانية، عمودين سلسلتين عمودين، بالشكل ده اصبح عندي فراغين في الاناناس. بعد كده 1 2 3 4 وعندي هنا غرزة حرف الفي، هاجي في اول ضلع واخد عمود. بعد كده 1 2 3 4 5 والضلع الثاني فوقه عمود بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4 ونشتغل الصدفة، عمودين سلسلتين عمودين في نفس المكان، ونكرر شغل الأناناسة، 1 2 3 4 وناخد حشو، 1 2 3 4 حشو في السلاسل، 1 2 3 4 حشو في السلاسل، 1 2 3 4 ونشتغل الصدفة بالشكل ده، ونكرر لنهاية السطر نفس الخطوات. احنا كده خلصنا السطر رقم 31 زي ما احنا شايفين كده. السطر 32 احنا بدأنا بالصدفة، ده كده السطر الجديد. هنرتفع 1 2 3 4 بعد الصدفة وعندي هنا فراغين، اول فراغ حشو، 1 2 3 4 الفراغ الثاني حشو، 1 2 3 4 وروح على الصدفة. يبقى في السطر ده عندنا فراغ واحد بس زي ما احنا شايفين كده. العمود الثاني بعد كده سلسلتين
واتنين عمود في نفس المكان. بعد كده 1 2 3 4 5، وعندي هنا في غرزة الفي هشتغل جوه الفي، هشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود في نفس المكان. يبقى كده أصبح عندي 4 فراغات، 1 2 3 4. بعد كده 1 2 3 4 5، واروح اشتغل الصدفة، 2 عمود سلسلتين 2 عمود في نفس المكان. بعد كده 1 2 3 4، وعندي هنا الأناناسة هشتغل حشو، 1 2 3 4 حشو، 1 2 3 4، واشتغل الصدفة، وكرر نفس الخطوات لنهاية السطر. اكمل وارجع لكم. وصلت لاخر السطر واخر واحدة بعد الصدفة، 1 2 3 4 5، وعندي هنا في غرزة الفي هشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. أصبح عندي 4 فراغات. بعد كده 1 2 3 4 5، وأقفل في أول السطر في ثالث سلسلة منزلقة، وادخل في غرزة الصدفة واخد منزلقة وارتفع 1 2 3، واشتغل الصدفة، عمودين سلسلتين عمودين في نفس المكان. بعد كده 1 2 3 4، وعندي هنا في الفراغ هشتغل حشو، 1 2 3 4، واشتغل الصدفة، عمودين سلسلتين عمودين بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4 5، وعندي هنا فوق اول عمود هشتغل عمود، بعد كده سلسلتين العمود الثاني، سلسلتين العمود الثالث، بعد كده سلسلتين العمود الرابع، بعد كده سلسلتين العمود الخامس، بعد كده 1 2 3 4 5، واشتغل الصدفة، وكرر نفس الخطوات لنهاية السطر بالشكل ده. أكمل وأرجع لكم. إحنا كده خلصنا السطر رقم 33، وهنبتدي السطر رقم 34. بدأنا بغرزة الصدفة، هنرتفع 1 2 3 4 5 زي ما احنا شايفين كده، وهنروح على الصدفة ونشتغل صدفة، عمودين سلسلتين عمودين بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4 5، وفوق العمود هشتغل عمود، بعد كده 1 2 3، 3 سلاسل فوق العمود عمود، 1 2 3، 3 سلاسل فوق العمود عمود، 1 2 3، 3 سلاسل، ونكرر 1 2 3 بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4 5، ونروح للصدفة ونشتغل صدفة، بعد كده 1 2 3 4 5، ونروح للصدفة ونشتغل صدفة، ونكرر نفس الخطوات لنهاية السطر.
أنا كده خلصت السطر رقم 34، هنشتغل في السطر رقم 35. أنا ابتديت بغرزة الصدفة، بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، وهشتغل الصدفة، عمودين سلسلتين عمودين. بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4، وعندي هنا فوق العمود هشتغل عمود بلفتين، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. العمود الثاني اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، وارتفع 1 2 سلسلتين. بعد كده اشتغل 1 2 3 غرزة البيكو، واشتغل سلسلة، واشتغل عمود بلفتين فوق العمود التاني، العمود التاني بالشكل ده. بعد كده سلسلتين، بعد كده 1 2 3، واشتغل غرزة البيكو، وارتفع سلسلة، واشتغل عمود بلفتين فوق العمود التالت، عمود بلفتين. بعد كده 1 2 سلسلتين، وارتفع 1 2 3 غرزة البيكو، وارتفع سلسلة، واشتغل عمود بلفتين، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، عمود بلفتين، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، واكرر سلسلتين. بعد كده 1 2 3، واشتغل غرزة البيكو، وارتفع سلسلة، واشتغل عمود بلفتين، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، عمود بلفتين، واخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. بعد كده 1 2 3 4، 4 سلاسل، واشتغل الصدفة، عمودين سلسلتين عمودين. بعد كده 1 2 3، واروح للصدفة التانية واشتغل صدفة، بالشكل، وكرر نفس الخطوات لنهاية السطر. السطر رقم 36، احنا بدأنا بغرزة الصدفة، بعد كده سلسلة، ونروح نشتغل الصدفة التانية. ده كده السطر رقم 36. بعد كده هنشتغل 1 2 3 4، وعندي هنا العمود بلفتين، هشتغل عمود بلفتين فوق كل عمود بلفتين، العمود الأول، العمود الثاني، بعد كده 1 2 سلسلتين، بعد كده 1 2 3، ونشتغل غرزة البيكو، وبعد البيكو سلسلتين، بعد كده عمود بلفتين فوق كل عمود بلفتين، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، بعد كده سلسلتين، بعد كده غرزة البيكو، 1 2 3، وناخد غرزة حشو، بعد كده 1 2، وعمود بلفتين بالشكل ده. بعد كده 1 2 سلسلتين، بعد كده 1 2 3، ونشتغل غرزة البيكو، حشو او منزلقة بالطريقة دي، بعد كده سلسلتين، ونشتغل عمود بلفتين بالشكل ده. بعد كده سلسلتين، ونشتغل 1 2 3،
ونشتغل منزلقة أو غرزة حشو. بعد كده سلسلتين ونشتغل عمود بلفتين، الأول التاني بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4 ونشتغل الصدفة. بعد كده سلسلة ونشتغل الصدفة التانية. ونكرر نفس الخطوات لنهاية السطر. احنا كده خلصنا السطر رقم 36، هنشتغل السطر رقم 37. احنا وصلنا عند الصدفة زي ما احنا شايفين كده، هاجي هنا عند السلسلة بمنزلقة، هشتغل منزلقة بمنزلقة بمنزلقة بالشكل ده. انا كده وصلت بين الصدفتين، هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، العمود التاني بعد كده سلسلتين وفي نفس المكان 2 عمود كده، غرزة الصدفة بين الصدفتين. حط الماركر في اول غرزة بالشكل ده. بعد كده ارتفع 1 2 3 4 5 واشتغل عمود بلفتين، العمود التاني في نفس المكان، بعد كده عمود بلفتين فوق العمود التاني بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 4 5 سلسلتين وثلاث سلاسل عشان غرزة البيكو، واشتغل غرزة البيكو. بعد كده سلسلتين وكرر 2 عمود بلفتين فوق العمود الأول، العمود الثالث فوق العمود الثاني، عمود بلفتين بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 4 5 واشتغل غرزة البيكو. بعد كده سلسلتين واشتغل نفس الخطوات. بالشكل ده، وكرر لحد ما اوصل عند الصدفة. انا كده اشتغلت 5 مجموعات، 1 2 3 4 5، طبعا اشتغلت قبلها 5 سلاسل وهشتغل بعدهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وعندي هنا بين الصدفتين عندي هنا بين الصدفتين هشتغل صدفة، عمود التاني بعد كده سلسلتين وفي نفس المكان 2 عمود بالشكل ده، وكرر نفس الخطوات لنهاية السطر. انا كده خلصت السطر رقم 37 زي ما احنا شايفين، السطر 38 هدخل جوه الصدفة وارتفع 1 2 3 العمود التاني، بعد كده سلسلة وارتفع 1 2 3 واخد منزلقة. انا كده اشتغلت غرزة البيكو. بعد كده اشتغل 2 عمود في نفس المكان بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4 5 واشتغل عمود بلفتين فوق كل عمود بلفتين كده، الاول التاني التالت. بعد كده 1 2 3
ثلاث سلاسل وارتفع 1 2 3 غرزة البيكو، وارتفع سلسلتين واشتغل عمود بلفتين فوق كل عمود بلفتين، وهنكرر الخطوات دي لحد ما نخلص الجزء ده. وهنيجي هنا عند الصدفة ونشتغل صدفة. انا كده خلصت الجزئية اللي موجودة قدامنا. بعد كده 1 2 3 4 5 واروح على الصدفة واشتغل صدفة عمود التاني، بعد كده 1 سلسلة وارتفع 1 2 3 واشتغل غرزة البيكو. بعد كده اشتغل عمود التاني في نفس المكان بالشكل ده، واكرر نفس الخطوات لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. احنا ابتدينا بصدفة، بعد كده 5 سلاسل، بعد كده 3 عواميد بلفتين، بعد كده 3 سلاسل وغرزة بيكو، بعد كده سلسلتين، وبنكرر نفس الخطوات لحد ما بنوصل لحد الصدفة. نشتغل 5 سلاسل بعد كده صدفة، ونكرر نفس الخطوات لنهاية السطر. انا كده خلصت السطر زي ما احنا شايفين، واشتغلت 5 سلاسل، وهاجي هنا في اول غرزة واشتغل منزلقة بالشكل ده. عايزين نوصل هنا لأول غرزة العمود بلفتين، فهنشتغل منزلقة في منزلقة لحد ما نوصل عند العمود بلفتين. ممكن نفصل الخيط خالص ونبتدي من أول غرزة. بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنشتغل عمود بلفتين في الغرزة اللي بعدها، وفي نفس المكان عمود بلفتين. يبقى كده احنا اشتغلنا 4 عواميد بلفتين. بعد كده 1 2 3، بعد كده 1 2 3 واشتغل غرزة البيكو. يبقى 3 سلاسل و3 سلاسل غرزة البيكو، بعد كده سلسلتين 1 2، بعد كده نكرر نفس الخطوات عمود بلفتين التاني التالت الرابع بالشكل ده، ونكرر نفس الخطوات لحد ما نخلص الجزء ده زي ما احنا شايفين كده. احنا خلصنا الجزء ده، عندي هنا 4 عواميد بلفتين، بعد كده 3 سلاسل غرزة بيكو، سلسلتين، وكرر. بعد كده بنشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ونكرر نفس الخطوات 4 عواميد بلفتين، كده التاني التالت الرابع، ونكرر نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في الجزء ده لنهاية السطر، وبين كل واحدة والتانية 9 سلاسل. انا كده خلصت السطر رقم 39 زي ما احنا شايفين كده، 4 عمود لفتين، بعد كده 3 سلاسل، بعد كده غرزة البيكو، بعد كده سلسلتين، وبعد كده 4 عواميد بلفتين، وهكذا في كل الوحدات. بعد كده 9 سلاسل وبنقفل بمنزلقة في اول السطر
لرابع سلسلة بالشكل ده. بعد كده بنرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين لعمود التاني العمود التالت العمود الرابع بالشكل ده، ونكرر 1 2 3 تلات سلاسل. بعد كده 1 2 3 1 2 3 غرزة البيكو، بعد كده سلسلتين، ونكرر 4 عواميد بلفتين اخلصهم وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا 4 عواميد بلفتين واشتغلنا 3 سلاسل غرزة بيكو وسلسلتين وكررنا الخطوات. بعد كده عند الـ9 سلاسل هنشتغل 1 2 3 4 ونيجي هنا في الـ9 سلاسل وناخد حشو 1 2 3 4 ونكرر نفس الخطوات. هنشتغل 4 عواميد بلفتين زي ما اشتغلناهم في الوحدة الأولى، هنشتغل الخطوات دي برضو في الوحدة الثانية والثالثة وهكذا بالشكل ده، ونكرر 1 2 3 3 سلاسل. بعد كده 1 2 3 غرزة البيكو، بعد كده سلسلتين، ونشتغل 4 عواميد بلفتين وهنكرر الخطوات لنهاية السطر. انا كده خلصت السطر رقم 40، ده كده السطر 38 39 40. بعد ما اشتغلت 4 عواميد بلفتين هشتغل 1 2 3 4، بعد كده حشو 1 2 3 4 وهشتغل منزلقة في رابع سلسلة بالشكل ده. السطر رقم 41 هرتفع 1 2 3 4 واشتغل عمود بلفتين فوق كل عمود بلفتين كده، الثالث الرابع. بعد كده هشتغل 1 2 3 3 سلاسل، بعد كده 1 2 3 غرزة البيكو، بعد كده 1 2 3 واشتغل عمود بلفتين فوق كل عمود بلفتين وكرر نفس الخطوات لحد ما اخلص الوحدة كده، الثالث الرابع. انا كده اشتغلت 4 عواميد بلفتين، بعد كده 3 سلاسل، بعد كده غرزة البيكو، بعد كده 3 سلاسل، بعد كده 4 عواميد بلفتين وكرر. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا اول وحدة. بعد كده علشان نوصل للوحدة اللي بعدها هنشتغل 7 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7، بعد كده نشتغل 4 عواميد بلفتين كده، الاول الثاني الثالث الرابع، بعد كده 3 سلاسل، بعد كده غرزة البيك، وبعد كده 3 سلاسل ونكرر لحد ما نوصل لنهاية السطر بنفس الخطوات. هكمل وارجع لكم. انا كده خلصت السطر رقم 41 زي ما احنا شايفين كده، ونهيت بـ7 سلاسل واشتغلت منزلقة، وبعد كده ارتفعت 4 سلاسل بمثابة عمود بلفتين. وزي ما احنا شايفين كده عدد العواميد 4، بعد كده 3 سلاسل غرزة البيكو، بعد كده 3 سلاسل، نفس خطوات السطر اللي قبله. يبقى السطر 41 و42 نفس الخطوات في الوحدة. يبقى زي ما وضحت لكم عندي السطر رقم 41 و42 نفس الخطوات، 4 عواميد، بعد كده 3 سلاسل غرزة بيكو، 3 سلاسل، 4 عواميد بلفتين. هنيجي بقى نربط ما بين الوحدة دي والوحدة دي
بنربط بين الوحدات ازاي؟ بنرتفع 1 2 3 3 سلاسل، وعندي هنا في ال7 سلاسل بياخد حشو. بعد كده 1 2 3 واكرر 4 عواميد بلفتين. ده كده السطر رقم 42. أربع عواميد بلفتين، بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، بعد كده 1 2 3 3 سلاسل علشان غرزة البيكو، وبنشتغل منزلقة أو غرزة حشو. بعد كده 1 2 3 ونشتغل 4 عواميد بلفتين، نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في السطر اللي قبل. كمل وارجع لكم. وصلت للسطر 43. احنا كده قفلنا بمنزلقة زي ما احنا شايفين كده. سطر رقم 43 هرتفع 1 2 3 4 وعمود بلفتين، بعد كده سلسلة وعمود بلفتين، التالت الرابع بالشكل ده، يبقى 2 عمود بلفتين، بعد كده سلسلة، بعد كده 2 عمود بلفتين، بعد كده 1 2 3 4 5 6 وكرر عمود بلفتين، التاني بعد كده سلسلة وعمود بلفتين، التالت الرابع، بعد كده 1 2 3 4 5 6 وكرر لنهاية السطر نفس الخطوات. يبقى 2 عمود بلفتين سلسلة، 2 عمود بلفتين 6 سلاسل، وكرر وكرر وكرر. عندي هنا بين الوحدات برضو هنشتغل 6 سلاسل، يبقى 2 عمود بلفتين سلسلة، 2 عمود بلفتين، بعد كده 6 سلاسل، ونكرر نفس الخطوات لنهاية السطر. انا كده وصلت لنهاية السطر رقم 43 زي ما احنا شايفين كده، 2 عمود بلفتين، بعد كده سلسلة، بعد كده 2 عمود بلفتين، بعد كده 6 سلاسل، وبنكرر لنهاية السطر بنفس الخطوات. عندي هنا في اخر السطر 6 سلاسل وقفلت بمنزلقة. اخر سطر اللي هو السطر رقم 44 ارتفع 1 2 3 واشتغل عمود بلفتين فوق العمود بلفتين التاني، ده كده تناقص. بعد كده ارتفع 1 2 3 واشتغل غرزة البيكو بالشكل ده، بعد كده سلسلتين واشتغل عمود بلفتين عندي هنا في السلسلة، ومش هكمله، واخد عمود بلفتين في نفس المكان ومش هكمله، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 واشتغل غرزة البيكو، بعد كده سلسلتين، وعندي هنا العمود الثالث والرابع عمود بلفتين، اشتغل عمود بلفتين غير مكتمل الثاني بالشكل ده، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 واشتغل غرزة البيكو، بعد كده سلسلتين، وعندي هنا في ال6 سلاسل هشتغل غرزة حشو، بعد كده سلسلتين واكرر. عندي هنا اول وتاني عمود بلفتين، هشتغل عمود بلفتين غير مكتمل التاني، وارتفع 1 2 3 واشتغل غرزة البيكو، وارتفع سلسلتين وكرر. عندي هنا في السلسلة هشتغل نفس الخطوات، ارتفع 1 2 3 غرزة بيكو، بعد كده سلسلتين وكرر. بالشكل ده
وارتفع 1 2 3 واشتغل غرزة البيكو بالشكل ده. بعد كده ارتفع سلسلتين، وعندي هنا في الـ6 سلاسل هاخد حشو سلسلتين واكرر نفس الخطوات لنهاية السطر بالشكل ده لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. عفوا كده انا اشتغلت غرزة البيكو، بعد كده سلسلتين وهقفل في اول غرزة احنا اشتغلناها في السطر بمنزلقة، بعد كده ناخد سلسلة الامان ونقص الخيط. وده شكل البونشو زي ما احنا شايفين. دلوقتي هنعمل الرقبة. هاجي هنا عند الرقبة وهدخل في اي غرزة من الرقبة في الظهر واسحب الخيط وارتفع سلسلتين بمثابة عمود، وممكن كمان طريقة تانية ان احنا نرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة نص عمود، بعد كده سلسلتين ونسيب غرزة التانية، وفي التالتة هنشتغل غرزة نص عمود سلسلتين ونسيب غرزة التانية ونشتغل غرزة نص عمود سلسلتين ونسيب غرزة التانية ونشتغل غرزة نص عمود بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده هنرتفع سلسلتين ونسيب غرزة التانية، في التالتة غرزة نص عمود سلسلتين ونسيب غرزة التانية، وفي التالتة غرزة نص عمود بالشكل ده لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، اشتغلت نص عمود سلسلتين، بعد كده هقفل في اول غرزة بمنزلقة زي ما احنا شايفين كده، هرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، وعندي هنا في السلسلتين كل سلسلة غرزة حشو، ممكن كمان نشتغل عندي هنا في غرزة الحشو نشتغل 3 غرزة حشو كأننا اشتغلنا غرزة فوق كل غرزة. يعني ليك الطريقتين، ممكن تشتغلي بالطريقة دي او بالطريقة دي، حشو التانية التالتة، حشو التانية التالتة، حشو التانية التالتة. هنشتغل بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، اخر فراغ هشتغل حشو التانية التالتة واقفل في اول غرزة حشو. الغرزة التانية هدخل واخد منزلقة وارتفع سلسلة واشتغل غرزة حشو، وارتفع 1 2 3 واسيب غرزة التانية، وفي التالتة عمود، وارتفع 1 2 3 واسيب غرزة التانية، وفي التالتة حشو بالشكل ده. 1 2 ارتفع 1 2 3 3 سلاسل واسيب غرزة التانية، وفي التالتة عمود، 1 2 3 واسيب غرزة التانية، وفي التالتة غرزة حشو، وكرر 1 2 3 واسيب غرزة التانية، وفي التالتة عمود، 1 2 3 واسيب غرزة التانية، وفي التالتة غرزة حشو، وكرر لنهاية السطر. انا كده وصلت لنهاية السطر، اشتغلت حشو و3 سلاسل، بعد كده 1 2 وفي التالتة عمود، 1 2 3 ومنزلقة في غرزة الحشو، اول غرزة حشو احنا اشتغلناها. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 وعندي هنا فوق العمود هشتغل غرزة حشو، بعد كده 1 2 3 واشتغل غرزة البيكو
واحد اتنين تلاتة اربعة، وعندي هنا في غرزة الحشو هنشتغل منزلقة بالشكل ده. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة وحشو فوق العمود، واحد اتنين تلاتة ونشتغل غرزة البيكو، واحد اتنين تلاتة اربعة وفوق غرزة الحشو هنشتغل منزلقة بالشكل ده. واحد اتنين تلاتة اربعة فوق العمود غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة ونشتغل غرزة البيكو، واحد اتنين تلاتة اربعة، وعندي هنا في غرزة الحشو هنشتغل منزلقة، ونكرر لنهاية السطر نفس الخطوات. اكمل وارجع له. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. بعد ما اشتغلت اخر غرزة البيكو هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة واشتغل منزلقة في اول غرزة احنا اشتغلناها، واخد سلسلة الامان وقص الخيط. زي ما احنا شايفين كده ده شكل الاطار اللي حوالين الرقبة، شكله جميل جدا. وطبعا بننظف الخيوط في ظهر الشغل. زي ما احنا شايفين كده البونشو بيكون خلص معانا. طبعا النتيجة زي ما احنا شايفين كده نتيجة مبهرة. وبكده بنكون خلصنا الجزء الثالث للبونشو. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بننزله على القناة. أشوفكم على خير، مع السلامة.